عايزين بقى نتكلم على كريم البيوتي جولد 24 قيراط. تمام. طبعا احنا جربناه قبل الفاصل وكان هايل. كلمينا بقى عن سر الخلطة الجهنمية دي. تمام. كريم بيوتي جولد 24 قيراط هو كريم طبي علاجي تجميلي. أوكي. يعني هو حاجة طبية هتعالج البشرة، مش مجرد بس ان هو كريم تجميل. مكون من مكونات كتير جدا، في تقريبا 18 عنصر فعال واكتر من 55 مادة طبيعية. المواد دي كلها لما بتدخل في البشرة بتديكي طبعا نتيجة هايلة، زي ما انت جربتي ان انت مجرد ما تستخدميه على طول بتلاحظي فرق. اهم مكوناته الذهب، في ذهب خالص عيار 24 قيراط، في كولاجين، في كافيار. كلنا عارفين أهمية المواد دي للبشرة، يعني الذهب ده نفسه أكتر مادة تقدر توصل لطبقات الجلد العميقة. ده وشه وجسمه كله بالضبط لأي مكان طبعا. الجلد عموما نقدر نستخدم الكريم عليه. أوكي. الذهب ده بيخترق طبقات الجلد، بيوصل لأعمق طبقة، يبدأ يعالج الجلد من الداخل. هو مش مجرد حاجة احنا حطيناها خارجية بس، لا أنا عايزة أعالج بالفعل بشرتي أو عايزة أشد التجاعيد اللي موجودة. فنبدأ الأول بمكون الذهب، قد إيه هو حاجة مفيدة جدا للبشرة، بيشد الجلد، بيجدد الخلايا، بيطلع لك خلايا تانية جديدة خالص. طيب احنا بقى نطلع مع التقرير. تمام. ونشوف بقى كريم بيوتي جولد بقى الناس تشوفه بقى ونرجع تاني. بيوتي جولد 24 قيراط من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، ومصنف تجميليا وعلاجيا، لان بيوتي جولد 24 قيراط غني باكثر من 18 ماده فعاله واكثر من 55 عنصر طبيعي. اهم مكوناته جزيئات الذهب الخالص عيار 24 قيراط، الكولاجين، الكافيار، الهيالورونيك اسيد، الإيلاستين، الريتينول، فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E، مستخلص البابونينج، مستخلص عرق سوس، مستخلص النعناع، مستخلص الروزماري، مستخلص اللافندر، زيت شجرة الشاي والبانثينول والجليسرين، وأهم مستخلصات الزيوت الطبيعية والفيتامينز اللي بتتحكم بشكل مباشر في الوقاية والعلاج والقضاء على التجاعيد وشيخوخة الجلد وتفتيح وتوحيد لون البشرة وعلاج الهالات السوداء والتصبغات، وكمان بيقلل النمش والقضاء على حب الشباب وأثاره، وبيشد وبيفتح أي منطقة في الجلد، وبيدي للبشرة نضارة ورطوبة ملهاش مثيل. ده غير إنه فعال مع جميع أنواع البشرة. بيوتي جولد 24 قيراط 3 في 1، وقاية، علاج وتجميل. المنتج مرخص من وزارة الصحة المصرية. ورجعنا تاني مع التقرير. بعد التقرير يا دكتور الكريم هايل. اكيد انا حابه طبعا اوريه تاني للناس. تمام. اهو زي ما سمعتي في التقرير طبعا. شفتي مكوناته قد ايه؟ مكونات كتير جدا، كتير جدا طبيعيه بالزبط. فعلا فبيشتغل على مشاكل كتير قوي في البشره، يعني بيشتغل على علاج التجاعيد، على علاج الهالات السوداء، بيفتح البشره، بيشد الجلد. هو طبعا كريم علاجي. تمام. هنا بتجربيه. تمام. بس الكاميرا على ايدي عشان برضو واضح طبعا جزيئات الذهب. عايزه الناس تشوفه بيدي نفس لون بشرتي بس في لون جولد كده. بالظبط. ده هو مصنع بتقنيه النانو تكنولوجي. هيتم امتصاصه على طول، يعني مجرد ان انت حاطتيه يعني مفيش دقايق والبشره هتمتصه على طول من تمام. فعلا وطري جدا، انا حاسه بفرق طبعا ملمسه طبعا بجد في ايديا، ونفس لون بشرتي ما غمقنيش، اخد اللون بالظبط. بالظبط. فهايل. عايزين نسال يا دكتور حاجه. طبعا كريم بيوتي جولد 24 قيراط موثق من وزارة الصحة. طبعا اكيد مرخص من وزارة الصحة. معانا تصريح اهو على الشاشة. تمام. هو جميع مكوناته مستوردة من الخارج، واخد طبعا تصريح وزارة الصحة المصرية، لان طبعا دي اهم حاجة. احنا مش هنستخدم اي حاجة على بشرتنا، لازم نتأكد من ترخيص وزارة الصحة. في ناس كتير اكيد جربوا الكريم ده وعجبهم جدا، انا شخصيا عجبني جدا طبعاً. عايزين تكلمينا بقى على القصه دي. اكيد طبعا الكريم نتائجه ممتازه. زي ما قلت لك ان هو مكوناته كتير، كل مكون فيه بيشتغل على مشكله في البشره، يعني هو اكيد هيفتح الجلد، هيشد البشره، هيشيل التجاعيد. فكل اللي جربوا الكريم طبعا شكرونا وبعتوا يشكروا سواء الصفحه او بيشكروني انا شخصيا عن الكريم ده، انه جاب معاهم نتائج سريعه. هم مستغربين برضو موضوع النتيجه السريعه على طول. بنشكرك يا دكتور. بنشكر الدكتوره امينه البدري استشاري الجلديه والتجميل بمركز امينه كلينيك، عضو الاكاديميه الدوليه للخيوط، عضو الجمعيه الافرو اسيويه للتجميل.